السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي في قناة نور البيان لتفسير الأحلام والعلم الروحاني. إذا عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أصدقاء نور البيان، هنقدم ليكم اليوم فيديو صغير لكن مفيد جدا ووصفة جديدة لأول مرة على يوتيوب. فيديو النهاردة هيكون ازاي اخد حقي من الظالم بحفنة ملح. اصدقائي، من يوم خلق الدنيا والدنيا فيها ظالم وفيها مظلوم، ومن عفا واصلح فاجره على الله، ولكن ان لم استطع العفو وكان صعب على نفسي تحمله وحبيت اخد حقي من اللي ظلمني اعمل ايه؟ بحفنة ملح واحدة هنتعلم مع بعض ازاي ناخد حقنا من اللي ظلمنا، سواء كان الظلم ده ظلم مادي، يعني الظالم ده اخد مني فلوس او مش عايز يرد لي ورث او اي حاجة زي كده، او كان الظلم ده ظلم معنوي، مثلا الظالم ده قال في حقي كلام مش تمام مش كويس، او افترى علي كذب، او شهد شهادة زور، وما اكثر اصحاب النفوس المريضة في هذه الايام. هنعرف مع بعض الطريقة. اولا لازم انا اجهز طاسة الومنيوم وحفنة ملح واحدة وقطعة قماش بيضة صغيرة في حجم المنديل. اول حاجة اولع البوتاجاز، اهدي النار جدا واحط عليه الطاسة الالومنيوم، واحط في الطاسة دي حوالي معلقة واحدة من الملح، الملح الحجري الملح الخشن يا جماعة. بقلب الملح على النار بالمعلقة وانا بكرر حسبي الله ونعم الوكيل، بكررها 51 مرة. لو انا عارفة اسم الظالم اقول حسبي الله ونعم الوكيل في فلان ابن فلانة، لو مش عارفة اسم الظالم احاول اجمع صورته في خيالي او في ذاكرتي. كل ده والملح على النار بيتحمص او بيسخن وانا بقلبه. بعد كده هجيب قطعة القماش واحط الملح فيها واربطها على شكل سرة، احط الملح يا جماعة اللي انا سخنته على النار في حتة القماش الصغيرة دي واربطها على شكل سرة صغيرة. هاخد السرة الصغيرة دي وارميها في مية جارية، ماء جاري يعني ماء طاهر. امتى هرميها؟ بعد صلاة العصر مباشرة. الطريقة دي ممكن اعملها في اي وقت في اي ساعة، ملهاش وقت معين، ملهاش وقت محدد ابدا، لكن اذا عملتها يوم الخميس او يوم الاثنين كان افضل، افضل وقت ليها يوم الخميس او يوم الاثنين. طب مش متيسر يوم الخميس او يوم الاثنين، في اي وقت ملهاش وقت محدد، لكن شرطها بعد صلاة العصر ارمي السرة اللي فيها الملح في مية جارية مية طاهرة. الوصفة دي يا بنات قوية جدا بفضل الله لاخذ حق المظلوم من الظالم. انا شخصيا جربتها، ياريت ما نعملهاش لغير الظالم لانها قوية جدا. بعد ما هننفذ الوصفة دي خلال ايام قليلة بفضل الله هنشوف الظالم ده وهو بيتدمر نفسيا ومعنويا بفضل الله وقوة الله. اللي جرب الوصفة ياريت يترك تعليق ويقول لنا فيه ايه اللي حصل معاه ويحكي تجربته علشان غيره يستفاد. اصدقاء نور البيان، كالعادة نأتيكم بكل ما هو جديد وموثوق بنسبة 100%. اللي عنده أي سؤال يخص العلم الروحاني يتفضل يكتبه في التعليقات وهنرد عليكم وتحت أمركم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.